بسم الله الرحمن الرحيم. كانت في عمزات سبعة تقول لهم أمهم: هناك الذئب، الذئب رجل سوداء وأنا رجلي بيضاء، إذا دقيت الباب افتحوا لي الباب. بعدين شاف الذئب قال: أنا جوعان باكل ذلك المعزات. بعدين قال: افتحوا افتحوا أنا أمكم. وشافوا من تحت انتظروا، قال ذاك العنز الولد، قالوا انتظروا يمكن الذئب، لازم نشوف الرجل من تحت الباب. بعدين شافوا من تحت الباب وشافوا رجل سودة يعني الذئب، قالوا انت كذاب يعني انت الذئب. بعدين راح ونام شوي وراح وجاب صبغ أبيض وحط رجله السودة في الصبغ الأبيض، بعدين صارت رجلينه بيضة وراح عند البيت. بعدين شافوا الرجل بيضة، جات بنت عود، بعدين قالت: انتظروا يمكن هذا الذئب، وشافت جنين بيضة. وبعدين قالوا: أم نجات يعني، وفتحوا الباب وهجم عليهم الذئب، أكل 6 عنزات بس إلا عنزة واحدة تخبت ورا الساعة. بعدين طلع الذئب من البيت وما بقت إلا عنزة واحدة. بعدين جات الأم من البيت وفتحت العنزة الباب، بعدين شافت إنه أمها وحضنتها أمها، وإيه بعد حضنت أمها. بعدين قالت: وين أخوانك؟ بعدين وقالت: أكلهم الذئب. وقالت: ليه؟ أنا ما قلت لكم لا تفتحون الذئب؟ وقالت ذيك العنزة: الذئب حط رجلينه في الصبغ الأبيض. وقالت العنزة الأم: كذا إذن. وبعدين راحت قالت الأم لبنتها: جبي خيط وإبرة. بعدين جابت خيط ومقص وإبرة. بعدين العنزة الأم شقت بطن الذئب، بعدين طلعوا العنزات. بعدين جابت أحجار كبيرة، بعدين حطتها في بطن الذئب، بعدين خيطت بطن الذئب بالخيط والإبرة. وفي الصباح الذئب صحى، بعدين قال: أنا أكلت عنزات كثير، دخل أحجار وقال عنزات كثير. بعدين راح يشرب من الماء، بعدين شرب من الماء ومات الذئب.